ابو مسفر وماجد ابو سلطان وابو فارس. ماجد والله يعني يحتاج واحد متمكن في الحوار وفي المحاورة و يعني والمجلس مجلسه حياه الله في يوتيوب. الله يحفظكم ان شاء الله. لذلك جعله مجلسا عامر. بقي لنا عندك سؤال. المشاركات الفتيات والمشاركات النسائية صاحب أدوات الإعاقة في المجتمع، يعني أنا أعرف ماجد وأعرف العتيبي وأعرف يعني كم واحد مروا علينا فعلا قامات، ولأنهم نبي من هالقامات النسائية اللي تلقاها تعطي وتبذل في المجتمع. وأنا لا يهمني ترى فلان من الناس بنى له صرح أو بنى له مؤسسة أو بنى، أنا وش قدمت للمجتمع. فماجد السريع حضر وقدم للمجتمع وخدم وصار يطلع وروح عنده لقاءات وعنده دعم لأخوانه أمثاله، وحتى يمكن ترى أنت ما تدعم وترفع من معنويات فقط، ترفع من معنوياتي أنا المقصر، أنظر إلى نفسي لأني مقصر إني ما رحت ولا جيت ولا ساعت ولا ساهم. أبي من النساء المساهمات في عجلة المجتمع وفي خدمة المجتمع. طبعا موجود زميلات لنا من الأخوات. لكن ظهور إعلامي الإعاقة أبو سلطان، الظهور الإعلامي للجميع طبعا، مو بس للبنت المعاقة أو البنت السليمة أو الشخص المعاق أو الشخص السليم. تمام. يعني الاحتياج هو اللي يفرض للشخص. تمام. يعني ترى لما تتكلم قبل 10 سنوات أكثر البيئة ما هي مجهزة، ما هي مناسبة للكرسي المتحرك للوشير. الآن تستطيع تروح لأي مكان، نتكلم عن الرياض، تروح لأي مكان، كثير من الأماكن تمام. التجارية فيها منزلقات وفيها رمبات. ليش؟ لأن المعاق نفسه طلع. تمام. المعاق أصبح أنه يطلع. ليش؟ لأن الإصابات كثرت عندنا. تمام. يعني نتكلم عن الزملاء، الأخ محمد الشريف والشباب، يعني زملائنا كلهم أصدقائنا، يعني نطلع لكل مكان. الآن أي مكان تجاري نحصل فيه إشكالية نرفع ل 940 على طول، يعملون له مخالفة ولا بد أن يجهز ما مكانه شاء الله. هذا شرط أساسي طبعا. تمام. أو أنهم يغرمونه. المعاقات أيضا، أخواتنا المعاقات، صحيح أن يعني قل بعض الإمكانات الموجودة لهم أو الخدمات، لكن يطلعون يروحون، نحصلهم في المولات، نحصلهم في الملتقيات، نحصلهم في التجمعات، في أسر منتجة بشر كثير معاقات ويحتاجون الدعم صراحة. يعني في كثير أسر منتجة، حتى لو بغيتون نجيب يعني أحد الزميلات عندها النخلة العمري الله يجزاها خير، عندها يعني منتج تمر طيب جدا. تمام. تبغون نجيبه لكم في قناتكم جبناه لكم. تمام. هذا أبو عبد العزيز وهذا يسمعونك. يعني من الأسر المنتجة اللي فعلا يعني جميل يعني منتجها. يلا أبو عبد العزيز حدد. نعم. بالعكس حدد 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 أدوات الإعاقة. والله يوفقهم إن شاء الله. شوف هذا حدد عبد العزيز وهذا هو شقيق مالك القناة، هو خيرين والله يرضى عليهم ويحبون الأعمال الخيرة هذه. معروفين. وأنت الدال على خير. ان شاء الله انك لا ابد نجيب لكم منتج لها اسر منتجه وتشوفون منتجها. يا سلام. بالعكس لا وبعد ببلاش، نبي ناكل هنا ببلاش ابد. خلاص خذ الموافقه مني انا شرف. يزيدنا شرف. نوال العمري اسمها، عندها منتجات جيده. بقي رساله يا ابو. نعم. طبعا انا عندي 3 رسائل. نعم. الرساله الاولى اللي هي للمعاق نفسه. انا كمعاق للمعاق نفسه. للمعاق نفسه، انا اتكلم عن المعاق نفسه. أقول ميد المعاق اطلع في المجتمع، مارس حياتك الطبيعية. تمام. إذا كان عندك مهارات اكتسب المهارات الموجودة الآن، يستطيع الشخص يكتسب المهارة. تمام. عن طريق التواصل الاجتماعي، عن طريق اليوتيوب، عن طريق جميع التواصل. الآن أصبح المجتمع في منزلك، تقدر أنك تكتسب. لا حد يجي يقول لي والله أنا في منطقة نائية أو في منطقة الجنوب أو في منطقة الشمال، لا، تستطيع أنك خلال الجهاز المتحرك أنك تكتسب المهارات اللي موجودة عندك. تمام. إذا كنت شخص مثلاً أصبت بإعاقة أو إعاقة قديمة وما مارست الدراسة، كمل دراستك. الآن تستطيع أنك تكمل الدراسة، تستطيع أنك تتوظف، تستطيع أنك تمارس حياتك، أتكلم كذاتك، أنك تطور ذاتك من ذاتك. هذه الرسالة للمعاق، إذا طورت ذاتك أصبح المجتمع متقبل وأصبح أنت متقبل للمجتمع أصلاً. لأنه ولا تنطوي على نفسك وتتوقع نعم في بيتك. لأن بانطواء الشخص على نفسه هو يصبح عالة على نفسه أولا، بعدين على مجتمعه الصغير، بعدين على المجتمع الكبير.
يعني تخيل شخص بدون راتب ويشفقون على الناس ويجون يعطون، يعني الشهر أعطاك الشهر الثاني ما أعطاك، أنت اعتمد على نفسك واصرف على نفسك. ترى الإعاقة خصوصا الإعاقة الحركية اللي يستخدمون الكراسي المتحركة أو الأجهزة المساعدة، تستطيع أنك تمارس حياتك، خذ الأدوات المساعدة ومارس حياتك وشوف الناجحين، عندك مجموعة من المعاقين ناجحين وبارزين، اتبع خلاص مارس حياتك. الرسالة الثانية اللي هي للأسرة، لا تشفق على المعاق خصوصا الإصابات الحديثة، يعني أنا أصبت بحادث أو شخص أصيب بحادث، لا تشفق عليه، تجي تفتح لي الموية، لا، تجي أني أستطيع أني أمارس ما يعني أمارس أمر معين، وتجي الأسرة تقصرني من البداية. لا تشفق على الشخص شفقة زايدة تخليه، نعم هو الرحمة موجودة لكن الشفقة الزايدة هي يعني تسبب مشكلية للشخص. ثالث شيء اللي هي المجتمع الخارجي، المجتمع الخارجي، ترى الأشخاص ذوي الإعاقة هم منا وفينا، هم من المجتمع للمجتمع، يعني الرحمة مطلوبة، يعني عامله معاملة الشخص، لا تشفق عليه بالزيادة ولا تقسى عليه بالزيادة، ولا يعني كثير ما نشوف الأشخاص والله هذا أصحاب همم، أصحاب همم عالية، هذا لا، الشخص المعاق فيه الشخص المعاق المقتدر اللي عنده مهارة، اللي عنده مهارة عالية، في الشخص المعاق مهاراته متدنية، في المتوسطة، يعني يختلفون الأشخاص. وأشكركم أبو محمد، وأشكر قناة الواقع، وأشكركم أبا.